المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في دورته 28 أيام ثلاث انصرمت من عمره، وزخم كبير بطله الكتاب، وحركية دائبة لا تتوقف في جنباته حتى مغيب الشمس. بقاعة رباط الفتح مساء الأحد 4 يونيو، مسار من المسارات المشرقة مع الأستاذ أحمد اليابوري لتقديم أعماله الكاملة في طبعة جديدة، مدارها الدراسة النقدية للرواية العربية عامة والمغربية خاصة. هذه المجموعة هي أعمالي كلها، هي تنصب على دراسات ما يسمى النصوص السردية، يعني قصة رواية مغربية أعداد في العربية أيضا، محتوية متى ظهرت وكيف ظهرت وما هي العوامل التي أثرت فأدت إلى ظهورها. هذا من جهة، من جهة دراسة مكونات هذه النصوص، أساليبها، بنيتها الفنية الجمالية، فكانت حقيقة بذلت فيها مجهود، وكان ما قدر الله أنه لقيت قبولا جيدا. حيث ساهم ضمن نخبة من أفراد جيله العصام. مشروع نقدي للكاتب والروائي اليابوري يتغيى منه تصنيفا أجناسيا لأشكال الرواية والكشف عن بنيتها الدلالية وبيان إيقاعاتها السردية. هذه مناسبة يعني عزيزة جدا، أننا نحتفل بعالم من أعلام النقد الأدبي المغربي الأستاذ أحمد اليابوري. لم يكن فقط أستاذا، كان باحثا، كان إنسانا، كان مشرفا، كان مربيا، كان يمكن أن نقول من المفكرين الكبار الذين عرفهم الفكر الأدبي المغربي في القرن الماضي وإلى حدود الآن، ونحن نتشرف أن تصدر له الأعمال الكاملة التي تختصر كل ما قدمه هذا العلم الكبير. حضرت اليوم هذه الجلسة الاحتفائية التكريمية للأستاذ أحمد اليابوري بمناسبة صدور الأعمال الكاملة التي ألفها وصدرت منفردة، وجلسنا في هذه المناسبة لنتحدث عنه وعن عطائه وعن التزامه وعن صورته كما عشناها وكما عرفناها كأستاذ مبرز، كأستاذ له صورة واضحة في أعماقنا ريادة وعطاء وخلقا وتواضعا. أستاذ اليابوري حقيقة نعتز به في مدينتنا سلا، وهو سلاوي، نعتز بسلاويته ونعتز بعطائه في سلا وبعطائه في الجامعة المغربية. تضم هذه الأعمال أيضاً سيرة ذاتية للمؤلف تحمل عنوان ذاكرة مستعادة عبر أصوات ومنظورات، وتوج الاحتفال بها بتوشيح صاحبها بذرع مسارات وسط أسرته الأدبية الكبيرة وأسرته الصغيرة. بهذا الاحتفاء هو في الحقيقة بمبادرة من المدارس شركة نشر طبعا التي قامت بهذا العمل، طبعا الإخوان من جميع الجهات، لأن النصوص كاين نصوص اللي ما بقاش موجودة خصك تطبعها من جديد، وكانوا حتى يضغط عليهم الزمان إن كان معرض دولي للكتاب. على كل حال كل شخص كان يمكن يعاوننا وصدرنا لك مجموعة نظن الله يعني تفيد الناس. برواق وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحضر قضية الترجمة في ندوة بعنوان الترجمة الذاتية عندما يترجم المؤلف نفسه، بفرضية أساس ينطلق منها هذا النوع من الكتابة الترجمة، وهي أن الترجمة كلما استغنت عن التوسطات ازدادت قربا من الأصل. فهل من السهل على الكاتب المترجم أن يقيم علاقة عادلة بين النص الأصلي والمترجم؟ صعب، لأن ماذا يحدث؟ يعيد الكاتب النظر في كتابه حين يترجمه، إذن يريد أن يبقى وفيا للغة الأولى، ولكنه يرى نفسه ملزما بإعادة النظر فيما كتب. وكما لاحظ الأستاذ بن عبد العالي يتحول النص الثاني إلى الأصل
والنص الأول يصير هو المسودة. في أول توقيعات العدد، الأستاذ عبد الغني عارف يوقع الطبعة الثانية من روايته مرايا الظلال بعد نفاذ الطبعة الأولى بقرابة 1000 نسخة، وذلك برواق مكتبة السلام الجديدة. العتبات الحكائية مرايا الظلال عن دار النشر إديسيون بلوس، استكشاف للذات وعودة إلى ينابيع الولادة الأولى. هذه الرواية هي في الحقيقة محاولة إبداعية للإعلاء من شأن مجموعة من القيم التي أرى بأننا نحتاجها في المجتمع، قيم الحب، قيم التسامح، وأيضا الإعلاء من قيمة المرأة في المجتمع وما تشكله المرأة من ضرورة تاريخية وثقافية لتطور المجتمع، لأنه في نظري لا يمكن أن نتصور تنمية حقيقية للمجتمع بدون المساهمة الثقافية والحضور الثقافي الحقيقي للمرأة. وبالطبع عالجت هذا الموضوع انطلاقا من ما يمكن تسميته ملامح لسيرة ذاتية يتدخل فيها الاجتماعي والسياسي والوجداني، وهي في كل الحالات دعوة مفتوحة للقراء، أتمنى أن يجدوا فيها ما يغريهم على القراءة ككل. ثلة من التلاميذ من منطقة تنفيت النائية من تخوم المغرب العميق تؤثث فضاء هذا التوقيع وتحمل رسالة مواطنة لجيلها من القراء. هبة الله العالمي. وأيضا بالنسبة لي، عندما استمعنا إلى هؤلاء التلاميذ والتلميذات وهم يتحدثون، شعرنا بأن علينا كمثقفين وكمؤسسات رسمية للدولة وكمؤسسات إعلامية وكمؤسسات تربوية، علينا المسؤولية كبيرة أن نهتم بمثل هذه الفئات وأن نعمل على أن نوفر لهم كل الشروط المادية والمعنوية من أجل أن يرتقوا هم أيضا كجزء من أبناء هذا الوطن، ومن أجل أن نساهم جميعا في بناء الغد الجميل والرائع الذي نحلم به لهذا الوطن. وللمواطنة أوجه أخرى مشرقة في علاقتها بفعل القراءة، مبادرة أبدعها هذا الرواق لتحويل الكتاب إلى هدية. نعم، هذه مبادرة في الحقيقة أخذنا بها منذ التجربة السنة الماضية في المعرض الدولي للكتاب، وهي تدخل في إطار شعار أساسي وهو تشجيع القراءة في المغرب ودعم للقراء، لأن في الطبع القارئ أو الزبون عندما يأتي إلى المعرض الدولي للكتاب تكون أمامه رغبات كثيرة وواسعة لاقتناء أكبر عدد من الكتب، ولكن الإمكانيات المادية ربما لا تتيح له أن يحقق هذه الرغبات. إذن قلنا نحن على الأقل أنه نشجع من زاويتنا وبإمكانياتنا الخاصة هؤلاء القراء، وبالتالي أخذنا مبادرة كلما اقتنى زبون كتابين إلا وقدم له كتاب ثالث بالمجان، وهو نوع من تشجيع القراءة ونوع أيضا من انفتاح بالنسبة لنا كمؤسسة للنشر أن تكون مؤسسة مواطنة، لأننا نحتاج إلى هذا البعد في العمل المقاولتي في المغرب ككل يوم. وفي ثاني توقيعات هذا العدد من رواق الجامعة المغربية للشعر والفنون مساء أمس الأحد، قدم ووقع الكاتب عبد الحميد الهوتا روايته حرب الآخرين عن منشورات أبعاد متوسطية، وهي أولى أعماله الروائية، مقدما فيها للقارئ ثنائية الحرب والحب بكثير من الواقع المر والتخيل الجميل أيضا. رواية حرب الآخرين هي رواية تحكي بطريقة مغايرة لما كتبه التاريخ المعمد الإسباني عن مشاركة شاب مغربي في الحرب الأهلية الإسبانية، لكن صوت المغاربة لم يسمع من قبل، فأردت أن تكون هذه الرواية صوتا للمغاربة ليقولوا بأننا لسنا مرتزقة ولكننا أقحمنا في هذه الحرب لأننا كنا مستعمرين ولم يكن لنا خيارا في ذلك، إنها حرب الآخرين. أعتبر أن هذا النص هو في الحقيقة بمثابة إعلان عن تحرير ذاكرة مشتركة ما خلال الحرب الأهلية الإسبانية، ولا سيما النزاع القائم آنئذ بين الجمهوريين وما بين وحدات الجيش الفرنكو. هذه الحرب هي في الواقع حرب رمزية أكثر منها حرب واقعية. كما تعلمين فإن الرواية عمدت إلى نقل جملة من الوقائع، ولكن هذا النقل يتم عبر اللغة ومن خلال اللغة وبوساطة اللغة.